السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة، اليوم راح أفرجيكم كيف راح نستخدم إكسل عشان نعمل خلطة علفية متكاملة متوازنة لدجاج لاحم بادئ. تمام يا جماعة، فراح نبلش. أول إشي نتعلم كيف نعمل أو نتعامل مع الإكسل شيت. طبعا إذا ما عندك أنت مايكروسوفت إكسل ممكن تستخدم جوجل شيت. تمام، طيب خلينا أول شي نسميها هون خلطة، نستخدم العربي، خلطة لاحم بادئ. أول عمود عندنا هون راح نحط فيه المكونات. شو المكونات اللي بدنا نستخدمها؟ طيب خلينا بس نوازن كل شيء هون بالمنتصف، ونخلي هاد هيك هون بولد. تمام، أول إشي بدنا نستخدمه إذرة، بدنا نستخدم كسبة الصويا، بدنا نستخدم الشوفان، بدنا نستخدم كسبة السمك، بدنا نستخدم الزيت، بدنا نستخدم ثنائي فوسفات الكالسيوم كمصدر للكالسيوم، نستخدم الجير كمصدر للكالسيوم والفسفور. تمام يا جماعة، في العمود الثاني بدنا نحط فيه البروتين. هون كل واحد من المكونات اللي عندنا قديش فيها بروتين، فهاي راح تكون البروتين. عندنا هون راح نحط الطاقة، هون راح نحط الكالسيوم، هون الفسفور، لأنه هاي أمور مهمة نوازن إلها من أجل دجاج اللحم متطلباته. بدنا نوازن آخر إشي للايسين. إذا بدنا نوازن لواحد اثنين ثلاث أربعة خمس شغلات. إذا بتتذكروا بالطريقة ربع بيرسون كنا نقدر نعمل بس لشغلة واحدة، الآن راح نقدر نوازن لخمس شغلات، وممكن تضيف قد ما بدك، ما في أي مشكلة. بس هون من أجل المثال راح أفرجيكم خمسة، ليش لا. آخر عمود عندي هون راح يحط أو راح نحط ويكون الكمية. الكمية اللي هو قديش بدي أستخدم كمية ذرة، قديش بدي أستخدم كمية من كسبة الصويا، الشوفان إلى آخره. الآن هاي المربعات الفارغة هون بدي أعبي فيها الذرة، قديش فيها بروتين، الذرة برضو قديش فيها طاقة إلى آخره. ونفس الشيء لقصبة الصويا بدي أحط كمية البروتين إلى آخره. فخليني أعبيها بسرعة وأرجع لكم. طيب الآن بعد ما عبيناها نلاحظ إنه الذرة فيها 8.5%. طبعا هون عشان تكون الأمور واضحة هاي نسبة. تمام، الكالسيوم برضو كنسبة، وعندي الفسفور أيضا كنسبة، واللايسين نسبة. يعني عندي 8.5%، عندي 0.05% كالسيوم من الذرة، وهكذا. الطاقة عندي إياها هي عبارة عن كيلو كالوري لكل كيلو غرام. تمام، هاي النسب عشان تكون واضحة. برضو الكمية راح تكون نسبة، لأنه احنا راح هون نتعامل مع نسب. هون راح نحط التحليل. التحليل هو عبارة عن ايش؟ خلينا هذا نميزه. التحليل هو انه لما نستخدم نسب هون راح يكون عندي تحليل للخلطة، يعني قديش صف بعد ما نعبي هون الكميات كلها نعبيها كاملة، راح هون يعطيني كخلطة كم صار البروتين بالخلطة كاملة، كم صار طاقة بالخلطة كاملة إلى آخره. تحتها مباشرة راح نحط المطلوب، لأنه قديش أنا بدي بالخلطة هاي. وهون نحط إشي اسمه التحقق، وهلا راح نحكي عنه. خلينا بس نميزهم بشكل سريع.
خليني أعبي هاي المطلوب وأرجع لكم. طيب يا جماعة، أنا المطلوب عندي بخلطة اللحم لازم يكون فيها 23% بروتين، 3010 طاقة، كالسيوم 1%، فوسفور 0.5%، 1.44% لايسين. تمام يا جماعة. التحليل هون ركزوا منيح، التحليل هو راح يكون مجموع البروتين اللي بشارك فيه كل مادة على فيه، فهاي راح تكون عبارة عن، وركزوا منيح، قديش أنا في عندي بروتين في الذرة ضرب الكمية، بعدين بحط زائد لأنه قصبة الصغيرة راح تشارك كمان بالبروتين، بنحكي ضرب الكمية، بعدين زائد بروتين لب الشوفان ضرب الكمية، زائد البروتين اللي بكسبة السمك ضرب الكمية، زائد البروتين اللي بالزيت ضرب الكمية، زائد البروتين اللي بثنائي فوسفات الكالسيوم بالإنجليزي داي كالسيوم فوسفات ضرب الكمية، زائد البروتين اللي موجود بالجير ضرب الكمية. خلينا نتأكد بشكل سريع، إذا بتلاحظوا عندي أنا في عندي بروتين بالذرة، بدي أضرب قديش أنا حطيت ذرة عشان أطلع كمية البروتين لحالها، زائد قديش في عندي بروتين بكسبة الصويا ضرب الكمية، وهكذا بعمل لكلهم، بالنهاية بحط انتر وبعيد نفس العملية لكل واحدة منهم، بحكي يساوي، هون يساوي بالنسبة للطاقة، الطاقة اللي بالذرة ضرب الكمية، زائد هي عملية مش معقدة لكنها طويلة شوي، فبدك يكون عندك شوية طولة بال بس بتمشي الأمور. ضرب كمية، وهيك نكون خلصنا التحليل. بس خلينا نلاحظ، نحط أي رقم هون 12 مثلا، راح تلاقي مباشرة الأرقام هاي اختلفت، وراح نجيها ما تقلقوا في هذا الموضوع. هلا التحقق، التحقق إيش هو التحقق؟ في عنا قاعدة في علم عمل الخلطات العلفية بتحكي لك إنه أي مادة موجودة داخل المكونات، يعني زي البروتين مثلا، مسموح لك يكون عندك فيها زيادة أو نقص 5%. يعني أنا عندي المطلوب 23% بروتين، مسموح لي أطلع زيادة عنها 5% أو أنزل 5%، بعد هيك راح تبلش الخلطة تصير غير متوازنة وراح نضر الحيوان. فكيف نحسبها يا جماعة؟ بنحط، نحكي هون يساوي، هي عبارة عن، نفتح قوس ونحكي تحليل، انا هون حاط العكس، هاي لازم اعملها هيك، هاي ناقص هاي، بسكر القوس وبقسم على، اوكي بقسم على بيتن، اوكي المفروض ما يعطيني صفر، ما يعطيني ناقص واحد. خلينا نتحقق بشكل سريع في اللي قاعد بصير هون، هي عفوا العكس، لازم بي 10 ناقص بي 9،
وهيك بتطلع عندي 1. ايش يعني 1؟ يعني انا هون 100%. بدنا ننتبه لشغلة، هذول نسب يا جماعة، هذول نسب، فبدنا نحولهم لنسب. كيف نحولهم لنسبة؟ نضغط هون، هاي نسبة، إشارة النسبة، فصير عندي إنه أنا هون زي كأنه بحكي قاعد إنه أنا هون مفروض عندي نقص مقداره 100%. خليني أرجع أحكي لكم، أنا تخربطت الأمور عندي. هون ب10 وهون ب9 من جماعة، فأنا عندي هون نقص مقداره 100%، تمام؟ وهون نفس الشيء. خليني أعمل هاي الحركة، إذا بسحب هيك راح يحبي لي إياها بشكل تلقائي لما أعمل عملية السحب هاي. يعني كل ما كان عندك معرفة بإكسل أو بجوجل شيت راح يريحك الموضوع كثير والتعامل معه. طيب، فإذا أنا هون عندي نقص مقداره 100% بكل هاي الأمور. برضو تحليل هاد هون لما أشتغل على الكمية لازم يكون مجموعها 100%، يعني كمية الذرة زائد كمية الصويا زائد هاي زائد الثانية زائد الثالثة إلى آخر واحدة، هاي برضو بدها تكون نسبة، فبضغط على إشارة النسبة ونلاحظ تحولت لنسبة تلقائية. هاي يعني إشي مريح بيساعدك في أي سوفت وير أنت ممكن تستخدمه. طيب هسا إذا بدنا نحط هون 100، تمام، نستخدم مثلا، إحنا نتعامل مع نسب، نحط 100% ذرة، راح نلاحظ إنه هون صار عندنا 850 وهذا خطأ قاتل، فبدنا نحول هاي طلع هون المجموع كم، لأنه هون حطينا 100 وبدي أحولها لنسبة، هون صار كأني أنا مستخدم نسبة 10%. إذا مش فاهم مش مشكلة، شو بس اللي عليك تعمل، بتحدد كل هاي، بتحكي له بدي إياك تعمل لي إياها نسبة، وبعدين بترجع هون بتحط 100 زي ما بدك بالأول، تلاحظ إنه هون صارت عندي النسبة الصحيحة. إذا أنت تستخدم 100% من الذرة راح يكون عندي البروتين تبع الذرة كامل اللي هو راح يطلع عندي بالتحليل هون، راح أكون أنا هون عندي نقص 63%. زي ما بتشوفوا قاعد بأذن، خليني أنهي هذا الفيديو هون، وبالفيديو الجاي راح نبلش نعبي الكمية.